التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. يا أحبابي يا فتيان، هذه آداب القرآن، فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا. يا أحبابي يا فتيان، هذه آداب القرآن، فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا.